السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أصدقاء قناة الريان وأصدقاء النادي في برنامجكم الأسبوعي نادي الأصدقاء. أتمنى أن أسبوعكم كان مليء بالحيوية والنشاط، وأنكم تقضون إجازة مليئة بالفرح ونهاية أسبوع مليئة بالجوائز. أوف أوف جنكوز، إيش فيك؟ ليه ريلك من تفحر؟ هاي جنكوز، عسى ما شر ما تشوف شر. لحظة جنكوز، شوي خلني افهم ايش صاير فيك انت. شوف رقبتك معلقة، شوف ريلك، ايش فيك؟ قول لي ايش فيك، بس شوي خلني افهم. يلا جنكوز، ما يا جنكوز قول لا اله الا الله. شوي بس قول لي، اشرح لي اللي صار فيك الحين، بس شوي خلني افهم وافهم اصدقائنا. يلا قول. زين لحظة، انا فهمت الحين، فهمت نص من كلامك. سمعت كلمة درج، سمعت طيحة من الدرج، يعني اللي افهم ان انت طحت من الدرج. شلون؟ قول لي شلون. افا يا جنكوز افا، قاعد تركض على الدرج وتنط وانت نازل من الدرج، وطحت وانكسرت صح؟ وتتمرن على دخلة نادي الأصدقاء وانت على الدرج. زين وين المسؤولية؟ وين مسؤولية الواحد يحافظ على مسؤوليته، يكون مسؤول، مسؤولية الذات، يحافظ على نفسه، صح ولا لا؟ يعني جنكوز الحين بقول لك، احنا كل اسبوع نتعلم منك، صح ولا لا؟ نتعلم منك اشياء مفيده، نتعلم المختبر، تجارب جديده، نتعلم منك في لغز، صح ولا لا؟ الحين احنا تعلمنا منك شيء سلبي مو بايجابي. مو بالواحد المفروض انه يهتم بمسؤوليه الذات ويكون مسؤول على نفسه ويحافظ على نفسه، صح ولا لا؟ زين الحين شلون انت بتسوي لنا دخله نادي الاصدقاء؟ دخله جنكوز في نادي الاصدقاء شلون؟ وانت مكسر كذي؟ يلا بنشوف انا واصدقائنا بنشوف. لحظه روح جنكوز وقف. شفت شلون؟ يوم سويت لنا دخلتك قاعد تصيح، ريلك عورتك. الله يسامحك يا جنكوز، روح ريح، خلنا احنا نشوف خربوش لان ما انت ترتاح. نعم يا جنكوز. ايش فيك؟ ها اساعدك؟ لا مو بمساعدك، عشان مره ثانيه تكون مسؤول على نفسك. خلنا نشوف خربوش لين ما انت تريح يا جنكوز. اصدقائنا خلنا نشوف خربوش ونرجع لكم مره ثانيه. أصدقائي شفنا السنجاب اللي رسمه لنا خربوش، وبقول لكم معلومات عن السنجاب. تدرون أن السنجاب يعيش غالبا على الأشجار، وله ذيل كثيف وكبير، وله في نفس الوقت عينان سوداوان واسعتان وأذنان مستديرتان. السناجب موجودة أصدقائي في قارة آسيا وأوروبا وأمريكا، كما يوجد في أفريقيا ويتغذى على الجوز والبندق والبلوط والفواكه، كما يأكل في نفس الوقت
بيوض الأعشاش وفراخ الطيور، وهو فريسة للطيور الجارحة والأفاعي والثعالب. والحين إيش عندنا يا جنكوز؟ الوردة؟ أي ما شاء الله حلوة الوردة، بس الحين إيش عندنا؟ فقرة تبي تفوز، صح ولا لا؟ إذا أصدقائنا خلونا ناخذ الحين اتصالاتكم ومشاركاتكم ونستقبل أول اتصال في فقرة تبي تفوز. ألو، وناخذ الاتصال الأول ونقول ألو. ألو يا هلا ومرحبا، من معاي؟ أسماء. يا هلا يا أسماء، كلمي جنكوز، جنكوز يبي كلمك. أسماء ها شفتي شلون جنكوز مكسر يا أسماء؟ إيه شفتي، لأنه ما سمع الكلام وقعد ينقز ويركض على الدرج. أنت تسوين كذي يا أسماء؟ لا، ولا تنزلين من الدرج بهدوء؟ بهدوء بهدوء، شاطرة يا أسماء. زين قولي نصيحة حق جنكوز عشان ما يكرر الغلط ويتعلم من غلطه. قولي شوي، تقول لك انزل من الدرج شوي شوي. وصلت نصيحة أسماء؟ شنو جنكوز؟ يعني أنت الحين من بعد ما انكسرت رجلك ورقبتك تعلمت؟ كفو عليك يا جنكوز. جنكوز وصلت له الرسالة منك يا أسماء. أسماء جاهزة حق مسابقتك؟ يلا راح أعطيك مسابقة أوجد الاختلافات يا أسماء. راح تطلع لك على الشاشة الحين صورتين، أوجدي لي ثلاث اختلافات من هذه الصورتين يا أسماء. طبعا مثل ما أنت شايفة أولاد في الصف مع المعلمة متحملين مسؤولية دراستهم في نفس الوقت. وين أسماء؟ لون أسود اللي على الورقة، اللي على الورقة السوداء، صحيح يا أسماء. اللوحة، بس أسماء بقول لك شيء، أنت قدها وقدود وشاطرة، اعتمدي على نفسك وطلعي لي الاختلافات من نفسك وإن شاء الله بنفوزك، اتفقنا؟ اللوحة على الصبورة، اللي وين يا أسماء؟ عيدي لي إياها مرة ثانية. اللي بالطرفة، اللي وين؟ بالجدار. اللي على الجدار، صحيح يا أسماء. أسماء قولي حق الوالدة احنا نسمعها طبعا تساعدك، قولي لها أنا قدها وقدود وبطلع الاختلاف الثالث بروحي وبفوز بنفسي. اللون الأسود اللي جنبه. وين اللون الأسود؟ وين بالضبط؟ ورا الأضلع. اللي ورا الأبلة. اللي ورا الأبلة. اللون الأسود. بس وشو اللون الأسود؟ ركزي زين وقولي لي اللون الأسود هذا وشو؟ على شكل شنو؟ على شكل مستطيل يا أسماء. ألف ألف مبروك، فزتي معانا بمبلغ قدرة 500 ريال، تستاهلين يا أسماء. ناخذ ثاني اتصال ونقول له. يا هلا يا واضحة. الو الو الو، شو اخبارك يا واضحة؟ الو طيب الحمد لله. واضحة انت في اي صف؟ ثالث. صف الثالث، انت تتحملين المسؤولية بنفسك؟ ايه. انت قدها وقدود يعني يا واضحة؟ ايه. زين كلمي جنكوز، قولي له الحمد لله على السلامة. شوفي مسكين مكسر لانه ما سمع الكلام وما تحمل المسؤولية. يقول لها ليش غانم كله يهاوشني عشان انا طحت؟ ايش رايك انت، اهاوشه ولا ما هاوشه لان سوى غلط؟ لازم اهاوشه، صح يا واضحه، عشان نصحح الخطا اللي عنده وما يكرره مره ثانيه، صح ولا لا؟ كفو عليك يا واضحه. جاهزه حق مسابقتك؟ راح اعطيك سؤال وجواب. السؤال مني والجواب منك يا واضحة، بنقول بسم الله. واضحة سؤالك يقول: ما لون حجر الزمرد؟ ركزي عدل، تعرفين حجر الزمرد؟ ايه. شنو لونه؟ ها يا واضحة، موجود وراي لونه؟ احمر؟ لا مو بأحمر، طلعي الألوان اللي موجودة وراي. واضحة طلعي، هم هو من الألوان اللي موجودة وراي، ومو بأخضر ولا برتقالي، ومو بأحمر ولا برتقالي، عفوا أبيض.
لا مو بأبيض. أسود. لا أزرق ولا أحمر ولا برتقالي ولا أبيض. أزين. أزرق. شوفي المزهرية هذه شلون حلوة، طلعيها عدل. شوفيها، شوفي أقصان، أقصان الشيرة أو الورود. هاي واضحة، لا مو بأصفر يا واضحة. أسود. أعطيني آخر لون يا واضحة. أخضر. لون الأخضر صحيح يا واضحة. ألف ألف مبروك، فزتي معانا بمبلغ قدره 500 ريال. كانت آخر محاولة لك يا واضحة، اللي هي آخر لون قلتي لي أنه أخضر، تستاهلين. جنكوز لون حجر الزمرد أي لون؟ أكبر. لا قولي بصوت عالي. أكبر. أعلى جنكوز. أخضر. أخضر، لون أخضر صحيح. أما الحين أصدقائنا عندنا اختبار جديد وشيء مفيد ومعلوماتنا تزيد مع فقرة مختبر مع جنكوز. شوي يا جنكوز، شوي خطوة بخطوة عشان ريلك المكسورة. شوي خطوة بخطوة يا جنكوز، وانت تمشي عشان ما تنكسر ريلك الثانية. الحين نعم يا جنكوز، تجربة اليوم. يلا خلنا نشوفها، خلنا نشوف الحبر السري. شلون يعني الحبر السري؟ نعم. يلا طيب. خلاص الحبر السري خطوة بخطوة، اللي هو طبعا هدف جنكوز اللي دائما يكون موجود. محتاجين ليمون. اوكي ليمون، هذا اول أداة عندنا في تجربة اليوم. ليمون او نقدر نستخدم اشياء ثانية جنكوز. طيب. بعدين بتقول لي خلاص. اوكي شمعة. طيب ليمون وشمعة، في شيء ثالث؟ ولاعة. ولاعة بس نستخدمها بحذر جنكوز. خلاص انا اللي بستخدمها بدالك عشان ما تحترق يا جنكوز. لا ما يصير، انا استخدمها بدالك عشان اصدقائنا في نفس الوقت يستخدمونها بوجود شخص كبير. شنو الأداة الثانية او الرابعة؟ عود قطن اللي نستخدمها احيانا في تنظيف الاذن، صح ولا لا؟ طيب هذه خلاص، خلصنا الادوات اصدقائنا. خلونا نشوف جنكوز شو محضر لنا. هاي جنكوز في شيء ثاني؟ ما فهمت. اعتقد نقدر نكتب. نكتب على شنو؟ نكتب على الورقه. ورقه صحيح، نكتب على الورقه. يلا ورقه بيضاء. انزين خلنا نشوف شلون بيسوي لنا جنكوز الحبر السري. ناخذ الحين شنو يا جنكوز؟ اوكي عود القطن راح نستخدمها عقب الليمون. اوكي نعصر الليمون في علبة صغيرة مثلا او صحن او نقدر نقول ملة. يا جنكوز لا تاكل الليمون، احنا مستخدمينه حق التجربة. بس الليمون مفيد ترى يا جنكوز، وصدق حامض بس تدري انه يحتوي على فيتامين سي. يلا طبعا الفيتامين سي مهم جدا، اللي طبعا يتواجد اصدقائنا في الليمون وفي نفس الوقت يتواجد في البرتقال. شيب ورقة. نرجع حق تجربتنا، ناخذ ورقة. ورقة. طيب. ناخذ عود القطن. يلا. نحط عود القطن في الليمون. نرسم. يلا نرسم او نكتب، اكتب شيء جنكوز، اكتب شيء ولا تقول لي شنو. طبعا جنكوز الحين اصدقائي قاعد يكتب وما ندري ايش يكتب جنكوز، واول ما يخلص الحين بيروينا ان الورقه بيضه. وطبعا جنكوز قال نقدر ان احنا نضيف ماي على الليمون عشان ما تبين الكتابه ابدا. هذه تعليمات جنكوز وتجربة جنكوز لليوم في فقرة مختبر. يا ترى أصدقائنا هل راح تنجح التجربة ولا لا؟ بنشوف لين آخر شيء. جنكوز الحين طبعا قاعد يكتب. خلاص قلنا لك كلمة يا جنكوز، مو بقصة. خلاص زين، يمكن خلني أشوف يمكن أقدر أقرأ شيء. ما أعتقد، ما في شيء واضح. لازم ننطرها تنشف. طيب خلنا ننشفها جنكوز. شلون بننشفها؟
طيب نحاول احيانا ان نهف عليها. واول ما تنشف ما راح تبين الكتابه. راح ناخذ الشمعه. يلا عطني انا ولا حلك. ليش طفيتها جنكوز؟ الله يسامحك، خطوه بخطوه يا جنكوز. ما راح اولع حالك مره ثانيه يا جنكوز. نسويها اخر مره. يلا. ولعنا الشمعه، طفها الحين وشوف. يلا. جيب الغيتيلا. طيب نحط الشمعه. هذه شوي شوي. يعني هي شوي شوي، خطوه بخطوه، ناخذ وقتنا لما ننجح، لما تنجح التجربه، لان الصبر مفتاح. مفتاح شنو جنكوز؟ صبر مفتاح الفرج. يلا خلنا نشوف الحين. نعم يا جنكوز، نعم الواحد لازم يحفظ امثال يا جنكوز. بس جنكوز لازم ننتبه وقت الولاعه ان ما نحرق نفسنا ولا نحرق الورقه، ولا نخلي طبعا الشمس الشمعه عفوا تحرق الورقه. يعني الحين جنكوز انت قصدك ان نخلي الشمعه تنشف الورقه. يلا، او نقدر نقول انها تسخن الليمون اصدقائنا. خلنا نشوف اصدقائنا جنكوز لوين بيوصل. طبعا عودنا هو دائما في كل الحلقات انه يسوي لنا تجربه ناجحه ونطلع منها طبعا بعبره مفيده، لكن التجربه اليوم ما نقدر نقيمها هل هي ناجحه ولا غير ناجحه. نشوفها مع جنكوز. يعني جنكوز اليوم تحتاج وقت. يلا طبعا جنكوز انا دائما اكافئك بمكافاه. تعرف انت شنو هي المكافاه؟ لا. اني اخليك تقدم الفاصل اللي بعد مختبر، صح ولا لا؟ هذه هديه غانم حق جنكوز بنجاح تجربته، لكن للحين ما راح اعطيك شيء لان التجربه للحين ما نجحت. احنا الحين قاعدين نشوف ايش بيصير في الليمون عند تسخينه اصدقائنا. نشوف. ها جنكوز بدا شوي. نقدر طبعا جنكوز الليمون او حتى عصير الليمون والخل في نفس الوقت هو ماده عضويه، صح ولا لا؟ عند تسخينه تتاكسد. عند تسخينه يتاكسد الليمون او جزيئات الليمون. وش يصير بعدين؟ بنشوف. صحيح، قصدك انه يتغير لونه شوي شوي. جنكوز من وين تعلمت هذه التجربه؟ حصة العلوم. حصة العلوم؟ تحب حصة العلوم؟ ليش جنكوز؟ لأن تنمي مهاراتك وتخليك رجل مثقف. شاطر يا جنكوز. أنا متأكد أصدقائنا أن أنتم بعد تحبون العلوم وتحبون كل المواد، لأن كل المواد تنمي عقلكم وفي نفس الوقت تخليكم شاطرين. قاعدين نشوف أول حرف، خلنا نشوف الحرف الأول. يعني ها صار لونه بني. حرف الجيم. طيب حرف الجيم. اوكي للحين ترى يا جنكوز انت رويتنا حرف واحد. انت كاتب حرف واحد ولا كلمه؟ كلمه كلمه. خلنا نشوف. ما عندك شمعه ثانيه يا جنكوز؟ نسخنها من الجنبين؟ لا. زين جنكوز، دام انه بين حرف الجيم عندك، الحين احنا بنطلع فاصل ومن عقب الفاصل بنشوف هل تجربتك ناجحه ولا لا، ايش رايك؟ يلا اذا اصدقائنا الحين نطلع فاصل ونرجع من عقب الفاصل نشوف تجربه جنكوز هل هي ناجحه ولا لا. رجعنا لكم اصدقائنا نشوف جنكوز هل نجح ولا لا؟ نجحت؟ اشوف ايش كاتب؟ كاتب جنكوز؟ بدل ما تكتب غانم ولا تكتب نادي الاصدقاء؟ خلاص لم تبي تكتب اسمك اكتب اسم جنكوز، بس جنكوز لازم نوضح اللي صار ونوضح معلومة هذه التجربة ان الليمون هو عضوي، صح ولا لا يا جنكوز؟ فعند تسخينه المادة تتأكسد ويطلع اللون البني، صح ولا لا؟ ويبين على الورقة. خلاص
هي تحتاج الى صبر. خلاص اصدقائنا انا واثق منهم انهم راح يصبرون ويمشون خطوه بخطوه، صح ولا لا؟ مثل ما انت تقول ومثل ما انت تسوي يا جنكوز. يا جنكوز قول قول خطوه بخطوه، صح؟ زين مكافاتك الحين، انا من ساعه قدمت الفاصل صح، الحين انت تقدم معجون. يلا قدم معجون يا جنكوز. يلا معجون معجون. ايه كل معجون صوت عالي. معجون معجون. هلو هلو إذن أصدقائنا شفنا المعجون الأخضر شلون أناني وما كان مسؤول عن نفسه ولا كانت عنده صفات المسؤولية، كان أناني وكان يأكل أكثر من أكله ويوم شبع ما وقف وأثار أصدقائه اللي كانوا معاه وعطاهم الأكل، لا كان أناني وتخلى عن المسؤولية وكل الأكل كله. ها جنكوز سويت لي واحدة، ما تقصر يا جنكوز ما تقصر، جزاك الله خير. الحين انت اثبتت انك صديق وفي لي يا جنكوز، مش اناني مش اناني، صح صح يا جنكوز، يعني انت احسن من المعجون الاخضر. كفو عليك يا جنكوز، تسلم يا جنكوز. والحين اصدقائنا راح نكمل معاكم اتصالاتكم واسئلتنا المنوعه في فقره تبي تفوز. وناخذ فاطمه. يا هلا يا فاطمه. الو عليكم. عليكم السلام، شو اخبارك يا فاطمه؟ الحمد لله بخير. شفتي فقرة مختبر؟ إيه شفتها. بتسوين نفس التجربة؟ إن شاء الله بتسوي وتعلم. إن شاء الله بتسوين وتتعلمين، كفو عليك يا فاطمة. فاطمة شفتي جنكوز اليوم إيش سوى؟ إيه شفته وش سوى. إيش رأيك أنتي باللي سوى جنكوز، صح ولا غلط؟ إيه صح. اللي سوى جنكوز صح عن المختبر صح. أنا أقصد عن اللي سوى واللي بسببه ريلا انكسرت، شو رأيك أنتي؟ لا 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 غلط، صح ولا لا؟ الواحد ما يركض على الدرج صح؟ إيه لازم ما ويمشي خطوة بخطوة على الدرج، صح يا فاطمة؟ إيه صح. زين فاطمة قولي حق جنكوز الحين، قدمي له نصيحة عشان يسمع نصيحتك وما يكرر الغلط. أنصحه أن بهدوء، يعني يمشي بهدوء بنظام ترتيب، مو خلاص يعني بسرعة. كفو عليك يا فاطمة، سمعت فاطمة ايش قالت؟ قالت لك فاطمة. يلا جنكوز يبي كلمة يا فاطمة.
فاطمة؟ ألو؟ إيه فاطمة؟ ألو؟ شفتي اللي قصيدة قليلة؟ يقول لك إيش رأيك في الوردة؟ إيه قصيدة حلوة. تقول لك حلوة يا دنكوز. خلاص مستانس الحين؟ إيه. أعطي الحين فاطمة مسابقتها؟ يلا فاطمة جاهزة حق مسابقة تعرفونه؟ جاهزة. راح أعطيك أربع مفاتيح، المفاتيح هذه الأربع تدلك على حيوان معين، جاهزة؟ أبو مفاتيح إجازة. يلا نقول بسم الله وأعطيك المفتاح لا. الأول يا فاطمة، واللي هو يقول من الطيور الجارحة. إذن أول مفتاح من الطيور الجارحة. ثاني مفتاح يا فاطمة، تتميز بعينيها الكبيرتين، عيونها كبار وايد يا فاطمة. المفتاح الثالث، ترمز في بعض الثقافات للشؤم وبعض الثقافات الأخرى للحكمة والمعرفة. يعني بعض الثقافات يعتبرونها أنها شؤم والثانيين يعتبرونها لا أنها حكمة. إيش رأيك أنتي؟ أكمل؟ ولا عرفت الجواب؟ ها يا فاطمة راح أعطيك المفتاح الرابع، بعطيك المفتاح الرابع. يسمى صوتها نعيق، يسمى صوتها بالنعيق. صوتها بالنعيم؟ بالنعيق نعم. أعطيني الإجابة. البومة. البومة. أثبت البومة؟ إيه ثبت البومة. نثبت البومة ونشوف هل إجابة فاطمة صحيحة ولا لا مع فقرة تعرفونا. البومة. يعتبر البوم من الطيور التي تنشط ليلاً بصورة رئيسية. يستعين البوم بحاسة سمعه القوية وعينيه الكبيرتين اللتين توفران له رؤية ليلية جيدة في اصطياد الفئران والأرانب وغيرها من الحيوانات الصغيرة. لدى البومة خاصية فريدة ألا وهي الطيران الهادئ، فلا تحدث أجنحتها صوتاً أثناء الطيران حتى لا تهرب الفئران والقوارض. تتميز البوم بمناقيرها الصغيرة ووجوهها الواسعة، ويمكن للبومة أن تدير رأسها في حركة شبه دائرية، لكنها لا تستطيع أن تحرك عينيها في أي اتجاه. وإجابتك صحيحة يا فاطمة، ألف ألف مبروك، فزتي معانا بمبلغ قدره 500 ريال. بالفعل إجابتك هي البومة. ناخذ الاتصال الثاني ونقول ألو. يا هلا يا خالد. ألو. ألو خالد. ألو. يا هلا يا خالد، شو أخبارك؟ الحمد لله. طيب؟ إيه. جنكوز يبي يكلمك يا خالد. ألو. ألو خالد. أخبارك؟ 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 الحمد لله. هاي خفتي يا مالي يا خالد، خفتي 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 خفتي. يقول لك شفت ايش صار معاي؟ وريلا انكسرت؟ راح تنتبه أنت يا خالد وانت تنزل على الدرج وتنزل شوي شوي، ولا بتنزل بسرعة مثل جنكوز؟ أكيد. ها تنزل بسرعة ولا تنزل شوي شوي؟ شوي شوي، كفو عليك يا خالد. خالد أنت الحين في إجازة صح؟ إيه. رحت مهرجان الربيع في سوق واقف في سوق الوكرة؟ أيوة. ولعبت؟ إيه. ومستانس وايد مهرجان الربيع؟ شفت الدلافين؟ أيوة. أنت في أي صف زين يا خالد؟ ثاني. صف الثاني وشاطر في المدرسة؟ إيه. متى ترجع على المدرسة إن شاء الله يا خالد؟ خمسة وثلاثين. متى؟ يوم 35. يوم تاريخ 5/2. 5/2. 5/2 يا خالد، الله يوفقك إن شاء الله. جاهز حق مسابقة أوجد الاختلافات؟ إذن خالد أنا بخيرك، تبي أوجد الاختلافات ولا تبي سؤال وجواب؟ إيش رأيك؟ سؤال وجواب من عيوني يا خالد. راح أعطيك الحين سؤالك طبعاً، واللي هو يقول ما هو الحيوان الذي يحك إذنه بأنفه؟ من يا خالد؟ شنو؟ الفيل. الفيل صحيح يا خالد، ألف ألف مبروك.
فزت معانا بمبلغ قدره 500 ريال بالفعل يا خالد الفيل هو اللي حك اذنه بانفه وناخذ الاتصال الثالث ونقول يا هلا يا اميره. الو الو السلام عليكم يا اميره. بخير والله شلونك طيبه؟ بخير الحمد لله بخير ونعمة وعافية يا أميرة. جنكوز أبي كلمتك يا أميرة. أميرة نعم السلام عليكم. عليكم السلام أميرة كبري ملدي لو تتعبر بالربيع. يقول لك أنت في أي صف؟ إيه وطي أنا صف أول. صف أول ورحتي مهرجان الربيع إيه؟ شفتي عرض الدلافين اللي شافه جنكوز؟ إيه نعم. ومستانسة وايد يوم شفتي الدلافين؟ دلفين. حلو ها جنكوز دلفين. يلا جنكوز دلفين. بيسوي لنا حركة الدلفين يا أميرة خلينا نشوف دلفين. يلا شلون كذي دلفين ايش دعوة عاد أميرة انت ايش رايك جنكوز الحين سوى لنا حركة الخروف ولا حركة الدلفين؟ الخروف دلفين. شفت أميرة معاي تقول لك الخروف مو بالدلفين. أميرة شفتي المختبر؟ لا نعم. زين تعرفين تسوي لنا نفس ما سوى لنا جنكوز تكتبين كلمة مثلا بالليمون عقب تخلينها تطلع لك باللون البني تعرفين؟ لا ما أعرف. ما تعرفين تعلمي شوفي الحلقة مرة ثانية يا أميرة وتعلمي وسوي نفس ما سوى جنكوز. قامر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله يا أميرة جاهزة حق مسابقة أوجد الاختلافات؟ نعم. يلا راح أعطيك الحين مسابقة أوجد الاختلافات يا أميرة المطلوبة أن أنت توجدين لي ثلاث اختلافات من الصور اللي راح تظهر لك على الشاشة الحين يا أميرة. قولي بسم الله وعطيني الاختلافات يا أميرة. بسم الله. طلعت. يلا يا أميرة أعطيني الاختلاف الأول. اللوحة اللي وراها بروحك يا أميرة أنت قدها وقدود وشاطرة ما شاء الله عليك. اللوحة اللي ورا الولد صح الولد اللوحة اللي ورا الولد صح يا أميرة كفو عليك. باقي لك اثنين. أيوة بعد الثاني. من اللي ساعدك يا أميرة؟ اللوحة اللي قدام الطاولة السبورة. اللوحة اللي قدام الطاولة يا أميرة صح. باقي لك اختلاف واحد وأقول لك ألف مبروك عليك ال 500 ريال يا أميرة. طالعي فوق أميرة. فوق. طالعي فوق شوفي الاختلاف فوق. فوق يلا يا أميرة. الليت اللي فوق يا أميرة كفو عليك ألف ألف مبروك يا أميرة فزتي معانا بمبلغ قدره 500 ريال. شوي شوي يا جنكوز شوي شوي زين كذي نطيت نطة قوية على ريلك المكسورة. شاشة خليك مكانك الحين قول مبروك حق أميرة أول شيء. مبروك أميرة. وتدري ايش عندنا مرة ثانية؟ عندنا لغز صح ولا لا؟ إذا أصدقائنا الحين خلونا ناخذ فقرة لغز. وناخذ فقرة لغز ونقول أو خلنا نقول يا هلا ومرحبا باللي راح تشارك معانا بفقرة لغز. من معاي؟ معانا عبد الله يا هلا يا عبد الله. عبد الله؟ يا هلا يا عبد الله شخبارك يا أبو عابد؟ الحمد لله أخبارك. طيب؟ خير والله. الحمد لله رب العالمين. تحب الألغاز ولا لا؟ والله يعني. يعني يعني نقدر نقول أن عبد الله يقدر يعرف جنكوز شو يسوي وبيعرف لغز اليوم في فقرة جنكوز؟ إن شاء الله. زين عبد الله بقول لك تتوقع جنكوز يوصل لنا الرسالة وريلة مكسورة ورقبته مكسورة؟ إيش رأيك؟ لا ما يقدر. إذا خلنا نشوف أنت مستعد؟ مستعد. عبد الله مستعد. جنكوز أنت مستعد؟ وجنكوز مستعد ونبدأ ونقول بسم الله. عطنا لغز اليوم يا جنكوز. هاي
جنكوز طبعا الحين قاعد يحط شاي. عبد الله ركز وقول لي شو يسوي. شوف حط شاي على الطاوله، قام يقطع ما شو يسوي. يطبخ صح يا عبد الله. ألف ألف مبروك، فزت معانا بمبلغ قدره 500 ريال. شوفوا عليك يا عبد الله، بالفعل جنكوز كان يطبخ في لغز اليوم. أصدقائنا راجعين لكم من عقب الفاصل، خلكم معانا. رجعنا لكم أصدقائنا، والحين وقت أن احنا نعلن الفائزين في مسابقة اصنع واربح. بس أذكركم بعمل اصنع واربح للحلقة اللي طافت، خلونا نشوفها بعد مع بعض. كان سنجاب وتعرفنا عن السنجاب اليوم، والحين جاء وقت أصدقائنا أن نستعرض الأعمال اللي موجودة عندي اليوم في نادي الأصدقاء. وعندي لكم مفاجأة، أن العادة كم واحد يفوز جنكوز؟ واحد. أما مفاجأتنا إحنا، مفاجأة نادي الأصدقاء، حق أصدقائنا راح يفوز معانا في كل حلقة ثلاث أشخاص وثلاث أعمال يدوية راح تفوز. يعني اليوم كم فايز عندنا جنكوز؟ واحد. لا، من اليوم خلاص غيرنا، بيصير عندنا ثلاثة. نستعرض الأعمال اللي عندنا، وهذا أول عمل موجود عندنا من عند عبد الرحمن محمد. من عند عبد الرحمن محمد، حطه يا جنكوز داخل. بنحط يا عبد الرحمن اسمك داخل القرعة. والثانية من عند فاطمة ياسر علي، هذه من فاطمة ياسر. رحين يا فاطمة، أنا بحطها الحين، مرة أنت ومرة أنا. يلا. والثالث عندنا عبد الله محمد ناصر، هو صاحب هذا العمل. الحين دورك يا جنكوز، ناخذ العمل الرابع. احنا عندنا طبعا اليوم سبع اعمال، وهذا العمل الرابع من عند علي وليد صالح. مبروك يا علي، حطها انت يا جنكوز. وما شاء الله يا جنكوز انا عندي ملاحظة على علي. علي ما شاء الله في كل يوم يشارك معانا في اصنع واربح. كفو عليك يا علي، العمل ما شاء الله عليه، علي فعال في النادي أصدقائنا. وهذا العمل الخامس من عند جواهر أحمد. ما تقصرين يا جواهر، خلنا أنا بحطها هالمرة، أنت مساحة حطي. دور بدور يا جنكوز، صح ولا لا؟ هني المسؤولية أن احنا نتعاون، أن احنا نحط الأسماء. يلا ناخذ العمل السادس وقبل الأخير، واللي هو من عند عبد الله ناصر. ما شاء الله عليك يا عبد الله ناصر، بحطها انا. وعندنا سنجاب اخضر، رونا العمل السابع يا جنكوز من عند سلمان محمد. صحيح، سلمان محمد مسوالنا سنجاب اخضر. هو في سنجاب اخضر جنكوز؟ العاده لونه يكون بني، بس الابداع حلو، واحنا طبعا في نادي الاصدقاء دائما نفتح باب الابداع. نشوف من الفايز الأول جنكوز؟ يلا نشوف أصدقائي من الفايز الأول في حلقة اليوم، في فقرة اليوم. خلنا نخلطها مرة ثانية، ناخذ هذه. طلعت معانا واحدة أصدقائنا، خلونا نقول من عند عبد الله ناصر. ألف ألف مبروك يا عبد الله ناصر، فزت معانا بمبلغ قدره 500 ريال، اللي هو صاحب العمل السادس. هذا هو عمل عبد الله ناصر أصدقائنا اللي فاز معانا، وهو طبعا الفايز الأول. مبروك يا عبد الله. ناخذ الثاني، يلا جنكوز بسرعة ما عندنا وقت. عشان الفايز لازم يكون يستحق يا جنكوز. ناخذ الثاني، ومن الثاني عندنا واللي هو سلمان محمد. ألف ألف مبروك عليك، 500 ريال. راعي السنجاب الأخضر المبدع سلمان محمد، مبروك يا سلمان. ناخذ الحين الأخير، صح ولا لا؟
اخيرا وليس اخرا، الحلقه الجايه ان شاء الله عندنا ثلاث اعمال في نفس الوقت راح نفوزهم، بس الحين باقي لنا عمل واحد بس يا جنكوز. اصدقائي اخترنا الوقت، توقع من بيكون يا جنكوز؟ خلنا نشوف اصدقائنا، واللي هي جواهر احمد. الف الف مبروك يا جواهر احمد صاحبة هذا العمل اللي هو نفسه طبعا السنجاب الاخضر الثاني. الف الف مبروك للي فايزين معانا في اصنع واربح لهذا الاسبوع. اصدقائي تستلمون ان شاء الله جوائزكم في مبنى قناة الريان المقابل لحديقة المواقف في سوق واقف. اي واحد يفوز سواء في اصنع واربح او حتى في الاسئلة والمسابقات اللي عندنا يستلم جائزته من مبنى قناة الريان المقابل لحديقة سوق واقف، صح ولا لا يا جنكوز؟ والحين اصدقائنا صار وقت ان احنا نشوف طبعا الاثنين اللي دوم يتهاوشون مع بعض، يعني مثل الفار والقطوة. اليوم بنتعلم شلون نسويهم في فقرة المهارات اصنع واربح، اللي من خلالها طبعا نتعلم اعادة التدوير وابتكار اشياء مفيدة وعجيبة مثل اللي انتم تبتكرونها كل يوم. خلونا نشوف مع بعض اصنع واربح. إذا أصدقائنا رجعنا لكم مرة ثانية وشفنا طبعا اصنع واربح، كتبوا على أعمالكم اليدوية اللي شفتوه طبعا في هذه الفقرة حق الأسبوع الجاي، كتبوا على العمل اليدوي نفسه، لا تحطون لنا ورقة، لا كتبوا عليه اسمكم وعمركم ورقم الهاتف عشان نعرضه هني عندنا في حلقة في الحلقة القادمة. الحين أصدقائنا خلونا نشوف شنو هي قصة اليوم مع الوالدة حصة في فقرة قصة مع حصة. حبايبي الحلوين، عندنا اليوم قصة حلوة اسمها لست وحدي. كان يا مكان في قديم الزمان ولد صغير عمره 8 سنوات اسمه عمر.
عمر كان يروح المدرسة كل يوم الصبح. هو يحب يروح المدرسة، يحب يلعب رياضة، يحب يلعب كرة القدم في حصة الرياضة. هذاك اليوم لما قام عمر من النوم كان حاس إنه تعبان شوي، بس هو ما قال حق أمه وأبوه إنه هو تعبان. قال أنا بروح المدرسة اليوم على أساس إن أنا أبي ألعب رياضة، ما بفوت حصة الرياضة. وراح المدرسة وقعد في الصف. أما المدرسة كانت تشرح، هو حس شيء غريب، ما يقدر تشوف السبورة عدل، ما يقدر، حس براسه ثقيل، يعوره، ما يعرف شو اللي فيه، في شيء غريب. قال أنا ما أدري إيش فيني كذي، ما قدر يركز مع المدرسة. قالت له المدرسة عمر فيك شيء؟ قال لا 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 ما فيني شيء ما فيني شيء. قلت له عيل خلاص انتبه معنا للدرس. يعني حاول عمر انه يستمر ويخلص هاي الدرس لحد ما تي حصة الرياضة. حصة الرياضة لبس بدلة الرياضة وراح يلعب مع ربعة في الصف، يلعب معهم كرة قدم. عمر يحب كرة القدم، قام يحذف كرة مني ويشوت مني ومستانس يبي يدخل جول، بس بعد شوي ما قدر يواصل وطاح. طاح عمر مسكين، ما حد يعرف ليش طاح. قاموا الأهالي يصوتون عمر طاح عمر طاح، يات المدرسة وراحوا على طول شالوا ودوا حق غرفة الممرضة. الممرضة شافته وعطته شوية ماي وقام، بس هو يقول أنا حاسة بدوخة، حاسة إنه هو مو طبيعي تعبان. قلت له خلاص اليوم ما في دراسة، اليوم نتصل بأبوك يوديك المركز الصحي. بعد شوي أبوه، كان أبوه خايف مرعوب ما يعرف شو اللي صار بعمر. قال لي ما يا بابا ايش فيك؟ خير ان شاء الله. قال بابا ما اعرف شو اللي فيني، احس اني في شيء غريب فيني. قال له قوم اوديك المركز الصحي. ودى المركز الصحي، الدكتور هناك سوى له تحليل دم وسوى له شويه فحوصات. بعدين قال له انا بقول لك شيء بس لا تخاف. قال له انت الحين عندك مرض السكر. شنو مرض السكر؟ عمر استغرب شنو السكر؟ بابا السكر شيء ياكلونه؟ قال له لا عمر عنده السكر. الابو قال ما يصير عمر لحن صغير، عمر 8 سنوات شلون يصيد السكر؟ قال له الدكتور السكر يصيب الكبار والصغار، ما له علاقة بالاكل، وخاصة لما يكون الولد صغير هو له علاقة بشيء في الجسم، فيش خلل في الجسم، عشان كذي عمر لازم يتعالج. عمر ما يعرف شنو يعني، زعلان ما يعرف شنو سبب مرضه وما يعرف ليش، بس الأبو كان زعلان وايد. فراح الدكتور عطاه شوية أدوية وعطاه بطاقة، قال له روح هناك في جمعية اسمها جمعية مرضى السكر، هناك بيعطونك كل الإرشادات اللي أنت تبيها. خذ ولده وراحوا الجمعية. عمر زعلان يحس بأنه ما في حد عنده السكر غيره. قال حال ما أعرف شو نتعامل مع السكر، أي شيء غريب. لكن يوم شاف الجمعية مليانة يهال، اللي في عمره اللي أصغر منه اللي بيبيات اللي كبار، استغرب قال كلهم هذيلن شنو فيهم؟ قال هاي كلهم مرضى السكر، يعني مو بس أنا اللي عندي السكر، كل هاليهال يعني مساكين هاي شو يسوون؟ قال ياخذون أدوية. قال يعني ما يصيحون ما يزعلون إنهم ياخذون أدوية؟ قال لا ما يزعلون لأنه خلاص هاي شيء طبيعي إنهم يتعاملون مع هالمرض. مرض السكر أنت تتعود عليه وتعيش معاه طول عمرك، لازم تعيش بشكل معين، لازم تاكل أكل معين، لازم تلعب رياضة، لازم، ما في شيء، أنت مو محروم من أي شيء، تقدر تسوي كل اللي تبيه بس تاخذ أدويتك، هاي أهم شيء. كان عمر أوكي كذي سهل خلاص، أنا حين مستانس، أنا مو بروحي، كل الناس عندهم سكر. أبو استانس يوم شافه مستانس، قال خلاص بابا أنا حين مو بزعلان إن عندي السكر، أقدر ألعب رياضة وأقدر ألعب كرة قدم صح؟ قال لا إيه. قال خلاص أنا الحين مستانس. وخلصت قصتنا. نتعلم من هاي القصة حبايبي الحلوين إن المرض يصيب كل الناس سواء كانوا صغار أو كبار، بس إحنا المفروض إحنا كبشر لازم نتعلم شلون نصبر على هاي المرض
بس نحن ناخذ أدويتنا، هذه أهم شيء، ناخذ أدويتنا ونسمع كلام الدكاترة. نشوفكم إن شاء الله في قصة ثانية، وأقول لكم الحين مع السلامة. أصدقائي، مثل ما عرفنا من خلال القصة اليوم أن مرض السكر مرض غير خطير، ممكن يتعايش المريض معاه سواء كان صغير أو كبير. المهم أن احنا نكون قد المسؤولية وننتبه على صحتنا، والله يبعد عنكم إن شاء الله كل مرض. ناخذ أسئلة القصة ونقول له. هلو. يا هلا يا خلود. السلام عليكم. عليكم السلام، شو أخبارك يا خلود؟ الحمد لله. طيبة؟ إيه. سمعتي القصة عدل؟ إيه. جاهزة حق سؤال؟ أيوة. يلا سؤالك يقول يا خلود، ما هي الرياضة التي كان يحبها عمر جدا؟ كرة القدم. كرة القدم يا خلود، ألف ألف مبروك، فزتي معانا بمبلغ قدره 300 ريال ومجموعة قيمة من الكتب. خلود أنت للحين معاي؟ أي. زين، مرض السكري نقدر نتعايش معاه ولا مرض يخرع؟ نقدر نتعايش معاه. صح يا خلود، ألف مبروك، تستهلين الجائزة يا خلود. أصدقائنا، الحين وصلنا لختام حلقتنا، لا تنسون تشاركونا بأراءكم وأفكاركم على هاشتاج برنامج نادي الأصدقاء. احنا في انتظار طبعا أشغالكم اليدوية الأسبوع الجاي، وأقول حق اللي ما اتصل اليوم ينتظرنا الأسبوع الجاي في نفس الموعد ونفس اليوم. أشوفكم على خير إن شاء الله، في أمان الله.